السلام عليكم، معكم فادي. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تحيدوا لي فيرني سيمي بيرمانون بالمراحل ديالو كامله بكل بساطه. خليكم معايا حتى لخر الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل. بالنسبه للمواد اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو ليم بحال هادي اللي غادي تكون لاطاي ديالها هنايا، هاد لي غران ديال هاد الحبيبات اللي فيها يعني الحروشيه ديالهم. كاينه لا واحد الفاص فيه 100، واحد الفاص فيه 180، هذا 100 وهذا 180. من الاحسن يكون عندكم هادو. المهم هادو غتلقاهم سورس على الانترنت، امازون، علي اكسبريس، ويش، او لا في اي سيت كيبيعوا هادشي ديال لي ليم. وفي نفس الوقت تلقاوهم حتى في المحلات. هذه خديتها من بيتي بيج بانك، غنخلي لكم لو ليان في لا ديسكريبسيون، ونخلي لكم حتى لو ليان اللي لقيتهم في علي اكسبريس باشير اوسي. وكاينين حتى انا كنت خديت واحد الموديل اخر، خديتهم من بريمارك. سينو عندي بحال هذا الموديل، هذا بيض سامبل، هذا خديته من اونغل بان 4. هاد اونغل بان 4 باغ كونط كيديروا ليفريزون لفرنسا، لوكسمبورغ و لا بلجيك، صافي يعني اللي كاين في هاد ثلاثه الدول يقدروا ياخذوا من هاد السيت. سينو غادي نخلي لكم هادو، المهم غنخلي لكم كاع لي ريفيرونس في لا ديسكريبسيون. وغادي تحتاجوا هاد المقبط، هذا الا ما عندكمش ماشي مشكل، هذا ماشي ضروري، غتقدروا تكومبلاسيوه بهاد البابي الومنيوم. انا كنفضل هذا، علاش؟ لانه ملي كديروا هكا وكتزيروا كيتزير. وهذا خديتهم انا جوبونس من ويش، مي راه موجودين حتى هما في لي سيت سو انترنيت بحال امازون وعلي اكسبريس، هادشي كامل تلقاهم. المهم غنخلي لكم كومين في صندوق الوصف كلشي المواد اللي غتحتاجوهم اللي غتقدروا تاخذوهم سو انترنيت. وكاينين هاد القطنات، ضروري تستعملوا قطن، سواء هاد القطن عادي اولا هاد لي بات. هادو خديتهم من اونج البانكات، هادو زوينين، باش زوينين ما عندهمش، ما كيتقاسوا بالليكيد، ما كيتلقوش دوك الزغيبات صغيورين. هذا قطن عادي اللي كنشوفو من المكازان، هذا باغ كونط كيطلق، هذا كيطلق شي حبيبات هنايا هكا كيتشد. المهم قطن، المهم يعني هذا ولا هذا كيما قلت لكم اللي عندكم موجود. فوالا هادو هما ثلاثة المواد اللي ضروري في البداية. غادي ندوزو دابا المواد ليكيد. غادي تحتاجو واحد نيتوايون، هذا ما سيرفاس من ديزانفيكتون، سواء تستعملوا الكول، هنا عندي الكول 70% 70%، تقدروا تستعملوا حتى 95% الا كان عندكم. مهم اي الكول، الاحسن زعما يكون 70 الفوق 2% ديال الدوغري ديال الكول. واولا هذا خديته من اونغل بانكات، انا خلي لكم لو ليان ديالو. هذا تلقاوه في لو سيرفاس في المحلات اللي مشيتو في الفارماسي. انا عملته هنايا باش يجيني على هذا السيل، يكون سبراي باش يجيني سهل البراتيك. هاد المرحله هادي انكم ديزانفيكتيو اليدين ديالكم قبل اي عمليه، هادي صراحه زوينه ونصحكم بها، لانكم كتيفيتيو كاع الامراض اللي يقدروا يتعادوا بها الاطفال ديالكم مع الوقت. الوغ دابا ندوزو للمرحله اللي فريمون مهمه جدا جدا، هما المحلول اللي غنستعملو باش نحيدو هذاك التلال الاظافر. سواء نستعملو هذا ديسولفون او لا لاسيتون، المهم لاسيتون كيكون خفيف، لا ديسولفون كيكون شويه قوي، مي تقريبا نفس الشيء، تقريبا نفس الشيء نقدر نقول نفس الشيء. المهم انا هادو خديتو على راسها، سوا لا مارك كارفور، خديت هذا اكسبريس. سينو يمكن لكم تاخدو هذا نصح بيه، معرفتش واش كيكون بارتو موجود فيما كنتو، مي انا هذا خديته من المكازان كارفور، مي جبونس كتقدرو تقلبو عليه في انترنيت. انا غنحاول نلقاه لكم سو انترنيت ونخلي لكم صندوق الوصف الى لقيتو. هذا صراحة تري بيان، هذا اللي بيان نوتي في يوكا، حيت كي الا كان عندكم طفل ديالكم هشيش، دونك هذا ما كيخليش ديك لا كوش بيضة ملي كتحيدو لي فيرني او لي سيمي بيرمانون. كيف كيف يعني كيصلحو حتى هذا، راه كيصلح الفيرني عادي، صوفكم جات على الضفر. هذا اللي عندها الضفر سونسيبل تستعمل هذا احسن. اوكي، وفي نفس الوقت فيه الكيراتين هاهي، وفيه الويل دو كوكو، في نفس الوقت كيغذي الضفر ديالكم. وعندي هذا راه غير خويته هنايا، ما هو اول الاخر اللي فيه، وهذا ديال جيل ريموفل، تا هو بحال ديسولفون، خديته من اونغ بانكات، غنخليه في صندوق. هذا خديت لا طاي كبيره، مهم انا نقصته هنايا باش يجيني براتيك. بابا هادو هما المواد اللي غادي نحتاجو. دابا نوريكم الطريقه.
اول حاجه نقدروا نديروها هي نديزها في يدينا. انا استعملت هذا ديال اونكل 24، ولكن كما قلت لكم تقدروا تستعملوا حتى الكل عادي اللي عندكم. غنخليه واحد شويه اللي ينشف. بعد ما نشف دابا غادي نستعمل هاد اليم هادي، وغنحاول نعطي نخبش هاد الكوش الاولى، المهم ماشي كامله، نحاول غير نشققها شويه بهذا باش نسهل العمليه ديال انه يدخل داك الديسولفون ويخدم دغيا ويكون داكشي دغيا في الوقت. المهم انا كنفضل هاد اليم اللي عندهم هاد الفرن هكا، لان هنا في هاد الوقت هنا كنبرم بلا ما نقص التفر ديالي، اللحم ديالي بليطو. هانتوما هنا راه قدرت نحيدو كامل دقة وحدة، ولكن سوف مي كنديرو سمي تامانو كيكون عندنا بليزيوغ كوش، مكيكونش عندنا غير لا كولور، كتكون عندنا لا باز، سوغتو لا باز اللي درتيها درناها بومبي، في داك البومبي اللي كيكون هنا كتكون تقيلة، دونك مغيتحيدش، سينو بغيتو تحيدوه غير بهاكا بالمرم، بهاد الليم هدا يمكن ليكم، سوف كو ياخد تقيس الوقت. ولكن ما ننصحكمش، هذه بالنسبه للناس اللي غيكونوا بروفيسيونيل يقدروا يديروها. دابا غادي نقطع القطن بعد ما انني قديتهم كاملين، حاولت برمتهم كاملين. نحاول نخرج هكا، غادي نجرب هادي، ودابا ندير هذا وندير حتى الديسولفون باش تشوفو الفرق. هنا ثلاثة جوج، نجرب هذا، كثرت منها بزاف، محتاجين ديرو بزاف ديك الدرجة حتى يبقى يتهرق من هنا، محتاجينش. ودابا هاد جوج ندير فيهم هذا باش غتلاحظو الفرق ديال كل واحد كيفاش غيجي. هذا ديجا في روحها مزيانة. الو هذا غادي ندير له هاد البرودوي اللي استعملتو دابا في الاخر، وهذا انا استعملت دابا هادو حيت فريمون سي براتيك، هادو ما غاليش بزاف، خديتهم رخاص. هذا ندير له هكا، وهذو غادي نديرهم بلا لينيين. انا بعد ما انني زين تقريبا 20 دقيقه، دابا غادي نشوف واش كاينه شي نتيجه ولا لا. غنحيد هذا الاول، دابا غندور تقريبا تحيد كامل، غنعاون بهادي باش نحيدو من هنا. ومنكمل من بعد تخيل انت حميد،
نشوف هذا اللي درتو بهذاك، هذا حيد مزيان. انتما كتشوفوا الفرق، انا نشوف مغطي يبان لك ان الطرقة لي فوالا النتيجة. بعد ما انني صافي نقص لهم الطول، حيدت لهم لابوا مورت، دابا ما بقى لي الا نعمل لهم شي زيت اللي غادي تحاول تقويهم. غادي نستعمل انا هذا الزيت، هذه هذه الخلطة هذه ديالي انا اللي حاولت انني صنعتها، وصراحة نجربها وجربتها على بزاف الناس، عطات نتيجة خطيرة جدا. انا غادي نصايب لكم فيديو اخر نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا هذا الزيت هذه في المنزل ديالكم، والمواد اللي فيها صراحه موجوده في متناول الجميع، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه تلقاوها في السوق. فيها بالضبط ثلاثه المكونات اللي غادي نبارطاجيها معكم كما قلت لكم في فيديو، وغادي تشوفوا الطريقه والنتيجه ديالها. انا صراحه حتى دابا ما بارطاجيتهاش معكم حيت بغيت نعطيكم النتيجه ديال الضفار طوال عليها. دونك نتوما كتشوفوا الضفاري في هذا الفيديو كيفاش دايرين، انا كنحاول نديرها يوميا. دونك وفاش غادي تعطي النتيجه ديال الضفر، غيوليو الضفر مزيانين. حيت هي شنو كدير، هي كتقوي الضفر ماشي كطول الضفر، مي كتقوي الضفر، لان ما كاين حتى شي غسيل كتطول الضفر. الضفر كيطوال بالقياس ديالو يعني العادي، ما كاين شي حاجه كطول الضفر من غير اننا كيكون عندنا داكشي يعني جينيتيك. الاطفال ديالنا كيطوالو، كاين اللي طفروا كيطوالو دغيا، كاين اللي كيطفروا ثقال، مي ما كايناش شي حاجه ما يقول لكم شي واحد عندي غوسات اللي كطول الطفل، انا ما كايناش. الغوسات الوحيده اللي غادي تقدر تكون هي الغوسات اللي هنا كتقوي الطفل. الطفل باش كيكبر كيكبر شويه قوي. دابا من بعد ما انني درتها كنخليها ترتاح شويه، ومن بعد كندير هاد البانسو هذا باش كنحاول ندخلو مزيان. شنو ندير غير بالبانسو ديالها هي باش كندخلو مزيان. هانتوما كتلاحظوا الفرق، هنا الطفر هنا كداير وهنا كداير، هنا مقصح على هنا. وانا داكشي علاش درت بوز ديال سومي بارمين على ضفاري، لانهم كانوا فخاجيل، وفي كان عندي واحد لونغاجمون ان فيه تماره ديال الشقة، دونك درت سومي بيرمانو باش يحمي لي الضفر ديالي من اي ضربه تقدر تجي ولا شي حاجه في الميناج، اولا حتى دوك لي برودوي ديال النظافه اللي كنستعملو كيكونوا فيهم مواد قويه على الضفر. دونك الا كنتو عارفين راسكم انكم غادي ديروا شي ميناج كبير، ننصحكم ديروا بوز ديال سومي بيرمانو اولا ديال طلع اظافر عادي، ماشي ضروري سومي بيرمانو. سوف كو سومي بيرمانو كيكون قاصح وكيحمي وما كيتقشرش، الضفر الفيرني عادي كيقدر يتقشر مع الشقه وما كيبقاش يحمي ديك الساعه بديك الطريقه اللي حنا بغيناها. اما سومي بيرمانو كيحمي كتر. وان شاء الله لو كنتو مهتمين انني نوريكم الطريقه كيفاش ديروا سومي بيرمانو ويبقى لكم مده طويله، نعطيكم لي زاسيس اللي عندي اللي كنعرف نبارطاجيو معكم. خليو لي في الكومونتير لو كنتم مهتمين بهذا التيب ديال لا فيديو باش نخلي باش نقدر نديرو، باش نشوف الا كاين بزاف الناس محتاجينو نصايب لكم هذا الفيديو بحال هكا. فوالا دابا نخليهم يرتاحوا ومن بعد نرجع نوريكم النتيجه النهائيه ديال الطفار كيفاش كيوليو. اي فوالا النتيجه النهائيه، انتما كتشوفوا قبل وبعد الطفار ديالي دابا ولا مرتاحين مزيانين. هادشي كتشوفوا هنايا هاد الغوش هادي ديال عندو علاقة لا بسمي بيرمانو حتى شي حاجة، هادي ديال سداد الباب هنا تقصحو عندي هاد الربعة، هذا موقع والو تقريبا. فوالا دونك مبقالي دابا إلا ملي كتشوفو يدي دابا ناشفة، مبقالي إلا ندهنها. غادي نستعمل هاد لاكخيم هادي، اي فوالا دابا يدي بصحة جيدة، كلشي هو هداك. دابا نخليهم يرتاحو
على الاقل 3 جور باش نتفاري من خص نقدروا مثلا نتوما بعد هادشي كامل تقدروا انكم تقدروا بوز اخرى الى بغيتو. سوف انا بغيت نخليهم يرتاحوا باش ياخذوا شي الريح والاكسجين داكشي كامل. يلا دابا ما بقى لي الا نقول لكم فريمون ميرسي بوكو على المشاهده، ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي اشتراك الا كنتو جديد في القناه، وتخليوا لي تعليق زوين وحفيظ. شكرا لكم بزاف، ونقول لكم بيزو الى لا بروشين.